محمد عبد الله الحسين، متخصص في الكيمياء، وحاليا نشتغل كمدير الانتاج في شركه توغ هون في نواكشوط. هذه الشركه الفكره الاساسيه اللي مبنيه عليها هو تزمين وتطوير المواد الطبيعيه اللي تنتج في الصحراء، وذو المواد اصلا كانت مهموله، وبدات الفكره عن تجربه قاموا بها اكاديميين وعلماء موريتانيين في الخارج، بعضهم ساكن في فرنسا ويشتغل اساتذه في فرنسا وبعضهم في امريكا، وبداوا اعلان هذه المواد اللي مهمله انها يلا تعود تثمن وتجبر منها الشعوب الكادحه نتيجه. وبدأنا بشجرة ينقال لها شجرة الهجليج اللي هي توغ معروفة محليا توغ. والبعد الأساسي الأول، المبدأ الأول اللي عندنا هو مبدأ اجتماعي، مثلا يا الله النتيجة ما تعود حاصل عليها رقاش والله اثنين، بل حاصل عليها أكبر عدد ممكن منها. وبالتالي اعتمدنا المجموعات عليات فقيرات اصلا، ولا هم واحدات الشيء ورا كلهم عندها شي من العيال ما هي قادره تقوم به، ونظمناهم في اطار تعاونيه نموذجيه في بلاد. وذيك التعاونيه عادوا يقبضوا السمره اللي ينقال لها توقع، يقطفوها هم اللي يمشوا شور الاشجار ويقبضوها ويدقدقوها، ونواتها هي اللي نشروا احنا من عندهم، نشروهم اللي بثمن معتبر. وذيك النواة نعصروها ونعدوا منها زيت. ذاك الزيت لين قاموا عليه الفحوص، اللي هو قريب من زيت ارجان اللي معروف عالميا، مثلا المواصفات العلميه اللي عنده هو زيت ارجان واحد. وبالتالي عندنا نعدلوا منه شيء ناحيه غذائيه، ونعدلوا منه ملي ناحيه دوائيه، مثلا وعادوا الاطباء هون حالا يكتبوه كوصفه وينباع في الصيدليات بصفه. وبدانا تصير توقع، بدأنا كنا نمشي المادة شور فرنسا، ومن 2015 عدنا نعدلوها هو. وهذا الزيت طورنا مولي منه عدة مواد أخرى، طورنا منه هو تقريبا هذا هو اللي دوائي، وهذا غذائي، ونعدل صا منه بلسم للتشقاق اللي يخلق في الشوارب بزمن خاصة الخريف الشتاء، ونعدل واحد للكرعين، ونعدلوا منه الصابون. هذا صابون توقع، وهذا خالط عليه تقريبا، هذا خالط عليه كيني، صدراية كيني هذه اللي معروفة هون محليا وينقال لها نيم علميا، اسمها العلمي نيم. ومن ثم قسنا مواد أخرى ومدلي تنتج مجبورة محليا، مع ذي الصدراية اللي قلت لكم نيم اللي هو تسمها، وهذا كركاش اللي هو بطيخ الصحراء اللي معروف على انه مثلا عنده خصائص دوائية وغذائية ما معتبرة، وعندنا نعدل منه تسم، حتى ان عدلنا منه خارقة غذاء كان اصلا يعدله موريتانيين سابق ذا، وخاصة في زمن الصيف يعدلوه من هذا الكركاش، ينقال له كضي. الناس ما باريه فيه برك، غير الناس الاولى كيفتيان اللي تعرفوا زين عنده. المواد الاخرين اللي بدأنا فيهم قضية هذا تجمخت ينقال لها، اللي هو الباوباب معروف مولي انه عنده خصائص ويسوق في الخارج، ومهم ضد السمنه،
الناس اللي فيها مرض السمنة تعملوا وطباء ناصحين به. هذه بيصام هذا بيصام شرب العدل منه شربة وناس زينة عندها. وهذا الصمغ العربي نقلو راكم شفتوه ينقلب ونديروه في فما مسألة مهمة هو على انه محفوظ بصفة جيدة ضد التلوث. الموادنا كاملين حفظوها حافظينها بصفة جيدة ضد التلوث الطبيعي. وشاركنا في عدة معارض في الخارج. عندنا أولا تمثيليات واحدة في تونس وواحدة في فرنسا وواحدة في المغرب وواحدة في أمريكا. وبذكر أمريكا شاركنا في معرض ينقالوا جرين فيستيفال 2016، شاركت فيه 256 شركة أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية، وجبرنا الرقم الأول. عندنا إحنا هو الرقم الأول ديك الشرايك اللي كاملة شاركت بالرقم. تجربتنا اللي قصيرة ما زالت ديك الساعة.